وثق مواطن حريق النشب بخزان المياه أعلى منزله دون حدوث أي إصابات، حيث كشف عن سبب الحريق محذرا المواطنين من استخدام الأجهزة أو أجهزة التبريد أعلى خزانات المياه. ونشر المهندس عبد الغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين مقطع لأحد المواطنين وهو يوثق حريق أحد الخزانات أعلى منزله بسبب احتراق مروحة التبريد التي يتم استعمالها لتبريد المياه داخل الخزانات خلال فترة اشتداد الحرارة، وحذر المواطن من سهولة احتراق مثل هذه الأجهزة لتكون سببا في اشتعال النيران بالخزان والسطح بالكامل لو لم يتم الانتباه لها في الوقت المناسب. ومن جانبه كذلك علق صاحب حساب الصيانة المنزلية كأحد المختصين في هذا الجانب بقوله أن هناك بدائل أخرى أكثر فاعلية وأمان من وضع أي جهاز على سطح المنزل تبريد المياه، ومن هذه البدائل تظليل الخزانات وتركيب عوازل للحرارة على المواسير الناقلة للمياه بالمنزل، مما سيغير درجة الحرارة بصورة كبيرة، حيث نشر الفكرة في عدة مقاطع مصورة. دعونا وياكم نشاهد. وفي الأخير راح تبرد المياه في الخزان هنا ولا راح تنحل معك المشكلة، لأن المياه في المواسير اللي رايحة للشبكة هي اللي تسخن، يعني عليك الانتظار لغاية ما تنزل المياه هذه كاملة اللي في الشبكة، وهذه كمية كبيرة، فكل اللي عليك عزلها بعزل الصخري هذا. أما موضوع الخزان إذا كان عندك مكشوف، فكل اللي عليك تسوي له مظلة، إذا كان مكشوف عندك بالشكل هذا زي كذا تسوي له مظلة زي هذه فقط، تعملها عند شركة سواتر أو بأي شكل بالأشكال، وراح تنتهي معك مشكلة المياه في الخزان. والمواسير تعزلها زي ما ذكرت لك كذا. الآن احنا في الظهر والخزان عندي في مظلة، راح أقيس درجة المياه في وسط الخزان، هذه الشبكة بعد عزلها بالعازل الصخري، وبالنسبة لي أنا انتهت معي المشكلة بنسبة 100%. هذه هي المغسلة عندي، قبل أركب العازل الصخري ما كنت أقدر أستعمل الخلاط على البارد كذا اللي هو يعني جاي من الخزان مباشرة. طبعا نتحمد له بالسلامة ونسأل الله له العافية دائما. كذلك